أعرف تفاصيل أكثر ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور وائل بهلول وهو رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. دكتور وائل بعد تحية أولاً، يعني السوق يحتاج تحرك ذاتي من الشركات ومن المطورين العقاريين لتنشيطه، كيف ترى مثل هذه التحركات؟ مساء الخير على حضرتك وجميع مشاهدي قناة النيل للأخبار. طبعا حقيقة يعني خليني أقول أنه السوق العقاري هو قاطرة التنمية في أي دولة، ومصر مهتمة جدا بالسوق العقاري لأن السوق العقاري المصري سوق نشط يعمل به عدد كبير جدا من المواطنين في البلد، مصدر لدخل قطاع كبير جدا من المصريين بمختلف تخصصاتهم. السوق العقاري الفترة الأخيرة بيمر ببعض الإرهاصات، في شوية أزمات عالمية أثرت على السوق العقاري، أزمة كورونا طبعا ثم أزمة الروسية ثم حرب غزة، لكن برضو على الرغم من كل الأزمات دي السوق العقاري في مصر أظهر صلابة قوية، لكن في بعض التحديات اللي بتواجهه. حقيقة المطورين العقاريين بيشتغلوا في مصر بقوة، ليهم تحركات جيدة جدا علشان تنشيط السوق، منها مثلا بيتحركوا تجاه تصدير العقار، بيدوا مؤتمرات ومعارض عقارية في العديد من البلدان العربية علشان يجتذبوا ذرائح متنوعة، وده باب تصدير العقار لتوفير للبلد الحقيقة يعني، ودخول شرائح كبيرة. كمان بيقدموا تسهيلات دلوقتي، حضرتك عارف انه برامج جديدة بتاعت العقارات كبرت قوي وبقى ليها يعني فترات طويلة. المطورين العقاريين اليوم غرفة نشطة جدا بتتحرك مع وزارة الإسكان ولجنة الإسكان بمجلس الشعب مجلس النواب علشان تحث الحكومة على تقديم تسهيلات وحوافز للاستثمار. طيب اتفضل يا فندم. ده تحركات حقيقه قويه وجيده جدا من المطورين العقاريين تجاه على الرغم من كل طبعا العقبات اللي موجوده دلوقتي زي ما حضرتك ذكرت سواء في مصر او عالميا. ما هي اهم المحاور، يعني لو اتكلمت على محاور دعم الدوله المطلوبه لتحفيز الشركات والمطورين العقاريين على التحرك لتنشيط السوق، ما هي اهم هذه المحاور؟ الحقيقة الدولة يقع عليها طبعا عبء كبير وهي بتساعد الحقيقة على الرغم من كل الأزمات اللي زي ما ذكرت كده خارجة عن إرادة الدولة المصرية، لكن الدولة المصرية مهتمة بالسوق العقاري ومطلوب منها زيادة الدعم ده تنشيطه أكتر وزيادته أكتر. الحقيقة أنا بأرى أنه في محاور لدعم المطلوب زي مثلا زيادة التسهيلات في السداد بيشتروها من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، لأنه المطور العقاري دلوقتي بيبيع التقسيط على مدة إلى 12 سنة في بعض المشروعات، وبالتالي هو كمان محتاج الدولة ومسؤول وزارة الإسكان تقف جنبه بزيادة فترات التقسيط وتخفيف الأعباء اللي هي الفوائد. كمان علشان نبتدي نعوض شوية من الأعباء اللي وقعت على المطورين نتيجة زيادة أسعار مواد البناء، محتاجين زيادة في النسب البنائية شوية وزيادة في الارتفاعات، بما طبعا لا يتعارض، وأنا أستاذ عمارة، بما لا يتعارض مع التخطيط العمراني والكثافة السكانية المستهدفة واحتياجاتها من المقننات المائية، لأنه طبعا إحنا دولة عايشة على نهر النيل يعني. الحقيقة كمان في محور مهم قوي، سرعة إنجاز المرافق، يعني كل المناطق العمرانية الجديدة اللي بتطرح فيها مشروعات استثمارية لازم يبقى فيها سرعة في إنجاز المرافق. حاجة مهمة كمان الحقيقة ما نغفلهاش، هتساعد جدا المطورين العقاريين على الاستثمار والتوسع، هي التمويل العقاري. مشروع التمويل العقاري ده يعني هام جدا التوسع فيه، زيادة الشرائح المستهدفة، عمل إجراءات وتيسيرات أكتر لمنح الراغبين في شراء الوحدات العقارية تمويل عقاري، مهم جدا جدا علشان نقدر نرضي شرائح أكثر. كمان الحقيقة زيادة مهلة البنى،
يعني أسعار مواد البناء الحقيقة، وهتكلم بعد النقطة دي فيها شوية، فيها اضطراب، فده محتاج إنه المهل البنائية الدولة وزارة الإسكان تزودها شوية للمطورين العقاريين. دي أهم العقبات أو أهم المشاكل اللي موجودة فعلا دلوقتي. فعلا من أهم العقبات اللي موجودة دلوقتي، محتاجين إنها تزيد علشان نقدر نلتزم، المطورين يقدروا يلتزموا تجاه تنفيذ المشروعات بتاعتهم. حاجة كمان الحقيقة، حديد البناء ده يعني مشكلة كبيرة جدا. الحديد لو الحكومة تقدر تلغي رسوم الإغراق اللي على الحديد علشان أسعاره. الطفرة الكبيرة اللي حصلت في الأسعار طبعا عاملة مشكلة كبيرة. طبعا طبعا حقيقة، وده برضو يودينا لأحد المحاور الهامة في دعم الدولة، زيادة الرقابة على سوق مواد البناء. لأنه الزيادات اللي بتحصل في سوق مواد البناء حقيقة ما تتناسبش مع أسعار، حتى لو قلنا العملة صعبة يعني، لكن ما بتتناسبش، وده محتاج من الدولة مزيد من الرقابة على سوق مواد البناء. يعني من وجهة نظر حضرتك دي ممكن أزمة دي ممكن تستمر قد إيه؟ لأنه ناس كتيرة قوي قلقانة على فكرة المشاكل اللي هي بتقابلها دلوقتي، هل ده ممكن مستمر شوية في سوق العقارات ولا على حسب طبعا الأزمات العالمية اللي احنا بنشوفها؟ طبعا على حسب الأزمات العالمية وأزمة العملة وتوافرها، والدولة ماشية الحقيقة دلوقتي في خط كويس جدا في إنها تضبط موضوع السوق السوداء، لأنه بيأثر طبعا على أسعار مواد البناء. وكل ما زادت الرقابة على الأسواق دي، كل ما قدرنا أكتر، الدولة قدرت أكتر تحكم أسعار مواد البناء وتخفضها تبعية، وكل ما خلى المنتج العقاري النهائي سعره يبقى في المتناول أكتر فأكتر، وبالتالي يزيد الطلب عليه وينشط أكثر. لا أخفيك سرا الحقيقة أنه مصر وجهة جاذبة جدا للاستثمار العقاري. احنا عدد سكان كبير دلوقتي نتجاوز 110 مليون، وده بالنسبة لأي مطور عقاري فرصة هائلة. الدولة ماشية دلوقتي في سكة طرح كثير من الأراضي زي ما حضرتك ذكرتي في المقدمة كده، لمستثمرين سواء من الداخل أو من الخارج. متوسعة جدا في الطرح طروحاتها، وخصوصا الأراضي اللي بتطرح للمستثمرين من الخارج بالدولار. وده مهم جدا يعني علشان توافر مزيد من العملة الصعبة لتلبية الاحتياجات بتاعت الدولة. وده جهود الحقيقة تشكر عليها وزارة الإسكان ورئاسة الوزراء والحكومة كلها. ولكن خلينا نرجع برضو ان المهم جدا يعني احط ثلاث خطوط تحت زيادة دور الرقابة في الفترة القادمة، لان ده بدوره طبعا يعني هينشط بشكل كبير طبعا هذا السوق. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور وائل بهلول، رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.